ناخد المداخلة دي مع أستاذ الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بك. يعني كيف ترى القرار؟ كيف ترى فيلم يوثق للحظات مش عايزة أقول ما حدش نسيها، بس قد إيه كانت موجعة وقد إيه إحنا يعني عدينا كل ده؟ الحقيقة هو التوقيت مهم، استدعاء هذه المشاهد وتلك السيرة في هذه التوقيت بيفكر الناس بما كانت مصر عليه قبل 30 يوليو، وكمان بيفكر الناس لو كان الأمور استمرت على هذا النحو وتمكنت جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على مفاصل الدولة، كيف سيكون مصير هذه الدولة في ظل هذا الحكم. وبالتالي أنا شفت الفيلم، أنا كنت شفته متأخر لأني ما لحقتش أشوفه امبارح، شفته النهارده الصبح الحقيقة، في مناطق كنت نسيتها. وأنا يعني راجل محرر سياسي وكنت محرر لملف الجماعات الإسلامية، فكان شغلي الرصد والمتابعة، فكانت بدأت في حاجات تدفن في الذاكرة. الفيلم أنعش الذاكرة واستدعى مرة أخرى هذه المشاهد اللي تخلينا نتنفس الصعداء إن مصر تجاوزت هذا الكابوس بعد 30 سنة. هو كمان استدعى الهمة، يعني لأنه مصر وشعبها عندهم همة، وطبعا يعني مفكريها وصحفيها أو كل الناس الحقيقة. استهداف الصحفيين وقتها كان واضح جدا، واستهداف من يعملون في الإعلام كان واضح جدا، تهديد منابر، تهديد جرائد، تهديد حتى الأماكن اللي كانت الناس بتكتب فيها الرأي يعني. فيعني كنت بتشوفه ازاي ده؟ الحقيقة نظام الإخوان المسلمين زيه زي أي نظام مستبد بيكره الصحافة. إحنا شغلتنا كصحافة وإعلام إخبار الناس، إعلام الناس بما يدور في كواليس السلطة وكواليس الأحزاب وكواليس المؤسسات وكذا. الحقيقة الصحافة نجحت في خلال سنة حكم الإخوان إن هي تنقل جزء كبير مما يدور داخل كواليس الجماعة، ترفع المساحة أو الجزء الغاطس في جسد جماعة الإخوان المسلمين والجزء المدفون وتظهره إلى الرأي العام، فيبدأ الرأي العام يتعاطى ويتعرف على ما يحدث داخل هذه الجماعة، نوايا هذه الجماعة، أدبيات هذه الجماعة، أهداف هذه الجماعة. تحولت الصحافة والإعلام بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين إلى خصم، وبعد كده في مرحلة من المراحل إلى عدو. الأصل إن هم يسكتون، الأصل إن هم يكتموا صوت الصحافة الحرة، ويا إما يدجنوها تبقى معاهم، وده حصل للأسف من بعض من يعملوا في هذا الوسط، أو هتتحول إلى عدو وهدف. ولو ما كانش حصل 30/6، أنا ظني إن عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين كان هيبقى مصيرهم يا إما السجن يا إما المنفى. دي حقيقة، والحقيقة هم ما قدروش يعملوا أي حاجة من الحاجات دي، لأنه كان الإعلام سلاح قوي جدا في وجه الإخوان. الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.